فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب باب الكفيل، صحيح البخاري كتاب البيوع، باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عبده موجود والحمد لله رضي الله عنك، أبو سفيان أيضا موجود ممتازين، عن إبراهيم نزيد النخعي، طبعا هو أيضا من الشيوخ الذين لازمهم الأعمش، تعلمون القصة مشهورة بينهما عندما قال لا تمشي معي، يعني أنا مش هنجر على الناس بقى ويلات الأعمش وأعمش وأعشى على إبراهيم يعني في الأعور يعني، فقال مسألة تكون فيها ما فيها من الغيبة، قال نمشي فيتكلمون ويأسمون، قال بل نفترق ويسكتون ويسلمون. عن أسود هو خاله، خال إبراهيم الأسود يزيد النخعي، عن ومن أسود الناس أيضا في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، اشترى طعاما من يهودي بنسيئة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه أوساق بشعير نسيئة، يعني يدفع المال منجما أو مقسطا أو على زمن أجل، ضرب الأجل بينه وبينه. فهو بيقول الكفيل في السلم، باب الكفيل في السلم، فهنا كأنه يعني استنبط، هذا مستبعد يعني، هو مستنبط انتزع الكفالة هنا بأنه طلب الرهن، طلب الرهن مع أنه جعل له رهنا يعني ليضمن حقه، أيضا الكفيل يضمن حقه به، فلذلك قال ويجوز الكفيل، كأنه قال ويجوز الكفيل في السلم. فهذا فيه مسائل، المسألة الأولى عندما تختلف الأصناف الأجناس تختلف في الجنس وفي العلة، قال علماؤنا لا شيء في ذلك، يشتري نسيئة يشتري منجزا يزيد ينقص ليس فيها ثمة شيء، لأنه لا اتفاق لا في جنس ولا في علة، وهنا الطعام والمال لا يتفقان في جنس ولا في علة، فلذلك اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام نسيئة سيدفع له بعدين فجاز ذلك. والأمر الثاني جواز التعامل مع أهل الكتاب بيعا وشراء وتجارة، رضي الله عنك أستاذ سامح عليك السلام ورحمة الله، أحسن الله عليك حبيبي. الثالث أو المسألة الثالثة هي الكفيل أو الضمان، اليهودي أراد أن يضمن ماله فيضمنه من الكفيل أو يضمنه من الرهن، لذلك راهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه، راهنه درعا حديديا، فراهنه الدرع النبي صلى الله عليه وسلم ليضمن حقه، فانتزع منه الإمام البخاري أنه ما دام ضمان فالكفيل أيضا ينزل منزلة الضمان، لأن الكفيل إيش ضامن والزعيم غارم، الكفيل ضامن والزعيم يعني غارم، فلذلك قلنا بأن الإمام البخاري هنا انتزع التبويب، انتزع ذلك، فالنبي اشترى لأجل يعني سيدفع بعدين، أخذ السلعة مقدما وسيدفع، ورهن درعه من الحديد عند اليهودي، ورهن درعه عند اليهودي. والباب الثاني قال باب الرهن في السلم، روى المصنف بسنده الصحيح عن الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني بنفس الإسناد، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد، فقبل الدرع ضمانا، قبل الدرع رهنا ضمانا، وهذه فيها دلالة على جواز وجود الرهن في أبواب السلم. الفوائد المستنبطة، جواز التعامل تجارة مع أهل الكتاب مع أن مالهم مخلط. الفائدة الثانية زهد النبي في الدنيا،
النبي يأتي بطعام لأهل بيته وما معه مال يدفعه، أجله وراهن درعه من أجل أن يأكل أهل البيت. النبي كان يزورهم ويأكل من أكلهم يا أبا طه. دعي أكثر من مرة من يهودي وأكل. لا لا ما في خروج، ما في خروج، لما الخروج؟ لا. الفائدة الثالثة جواز الضمان وجواز الرهن، جواز الضمان وجواز الرهن. وهذا حديث يستدلون به على جواز الرهن في السفر في الحضر كما في السفر. وهذا عليه جماهير العلم إلا مجاهد أعتقد الذي قال لا يصح الرهن إلا في السفر للآية. انتظر الوقت ما هو يعني ليس بعيدا. لو في أسئلة أيضا تفضلوا دقيقة، وعندنا سنن الترمذي آخر السنن إن شاء الله نأخذها بعد دقيقة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.